مرحبا، أنا كوتش روز. وأنا كوتش مينا. اليوم رح نحكي عن تمرين الجري بالكرة يلي هو معروف بالدريبلينج. تعالوا نشوفه مع بعض. للمسافات الضيقة رح نحتاج 6 أقمع، بين كل قمع وقمع من نقيس مسافة رجلتين. زي ما انتو شايفين بناخد الطابة من داخل وخارج القدم، واهم شي بالجري منخلي الطابة قريبة علينا. هلأ رح نعمل تمرين الثاني، هو برضه بسيط تكملة على التمرين الاول، بس رح نحتاج نعدل الاقمع هدول. هلأ لأنه المسافة صارت بعيدة بين الأقمع نستخدم مشط القدم، وعند الالتفاف من عند الأقمع نستخدم خارج أو باطن القدم. وهيك بنكون خلصنا التمارين. زي ما شفت التمارين سهلة وبسيطة، بنقدر نعملها بأي مكان عشان نحسن مهارة الجري بالكرة. وهلأ جهزنا تحدي صغير، خلينا نروح نتحدى بعض ونشوف مين رح يفوز. لينا تعي، جهزت لك عقاب لأنك خسرتي التحدي. جاهزة تروحي تعمليها؟ يلا يا تعي نحن نشوفها. للمسافات الضيقة زي ما شفتوا هلأ بالتمارين، دائما لازم تحكمنا على الطابة يكون من داخل ومن خارج القدم، ونخلي الطابة دائما قريبة علينا، ونظرنا دائما بيكون على الأرض على الطابة ولقدام. أما للمسافات البعيدة فتحكمنا على الطابة بيصير من وجه القدم، وبنصير نقدر نفتش الطابة لقدام ونلحقها، عشان سرعتنا بدون الطابة بتكون أسرع من سرعتنا مع الطابة. وأنا فزتها.